هذا لقاء خاص مع مازن الحمادة، وهو أحد المعتقلين الناجين من مشفى 601 العسكري في دمشق، وهو مشفى المزل العسكري. التقيته في لاهاي بالأمس صدفة في مؤتمر للأحوازيين. شدني أنه شاحب الوجه، حزين كئيب مريض، يداه ترتجف. واستوقفني وعرفني بنفسه أنه من دير الزور، وحكى لي قصة اعتقاله ونجاته بعد عامين من الاعتقال تقريبا. ستشاهدون 17 دقيقة عن معاناته في سجن مطار المزة العسكري، ثم في مشفى 601، وهو أيضا نجا من أن يكون صورة من أصل 12 ألف صورة لمعتقلين قتلوا في السجون، سجون القوات النظامية، وشاهد صورهم للعالم. على فكرة شكله كأنه يعني عندما أجريت معه اللقاء، وستشعرون بذلك، كأنني أقف أمام ميت يتحدث. تحدث كيف تستقبل ممرضات المساجين، كيف يموتون بالمطارق، الجثث المنتشرة في الحمامات، كيف أخفى النظام المعتقلين في هنجارات الطائرات أثناء التهديد بضربة أمريكية عن حينها قبل عام ونصف تقريبا، وعن الطفل الذي مات حرقا، وأشياء كثيرة. تابعوا اللقاء ونعود. أنا اسمي مازن الحمادة، من سوريا دير الزور. أنا خريج معهد نفط، واشتغلت كنت بسوريا بشركة فرنسية اسمها شلمبرجر، تنقيب عن النفط. أخ مازن، متى اعتقلت؟ اعتقلت بتاريخ، طبعا انا اعتقلت اكثر من مره، ب 24/4/2011 اعتقلت 15 يوم بفرع امن الدوله بدير الزور، بعدين اعتقلني الامن العسكري ب 29/12/2011 وبين فرع الامن العسكري بدير الزور، وحولونا لفرع الامن العسكري بدمشق، واخلي سبينا بضمن العفو اللي طلعوا بشار الأسد. المرة الثالثة كان هو 1/3/2012 ولغاية 13/9/2013. أنا اعتقلت الاعتقال الأخير راح نحكي عنه، اللي كان هو الأطول، مدته سنة وسبع شهور. اعتقلت كنت بمقهى بدمشق بساروجة، كان معي حليب أطفال، كنت معي الدكتورة من درعة تجي لعندي تاخذه مشان تفوته لدارية، هي كانت ساكنة بدارية. وبعد ما أخذت الدواء كبس الأمن على المقهى اللي احنا قاعدين بيها، وأخذني أنا أولاد أختي اثنين معاي، واحد اسمه فهد الجاسم وواحد اسمه محمد محمود الحسين، ولليوم معتقلين ما طلعوا. أخذونا على المخابرات الجوية بمطار المزة، طبعا احنا ما نعرف لحد ما وصلنا، حطونا بمبنى اسمه الدراسات، هي عبارة عن زنزانتين كل واحدة طولها 5 متر ب5 متر. ظلينا بها شيء تقريبا 22 يوم ما تحقق معنا، حولونا على مهجع أمن الطائرات، ظلينا بها شيء شهر، وبعدين رجعونا على الزنازين القديمة على التحقيق. عفوا، أمن الطائرات أنت تقصد بها الحظائر أو الأفيول، المكان الذي تختبئ فيه طائرة الميج أو كذا، ولا غيره؟ لا، أمن الطائرات هي أستاذ موسى، هي تجي مهاجع، كانت قاعات تدريس أول شيء، القاعات التدريس اللي ينطون بها دروس للطيارين، لأنك تشوف سبورة ولوح ظلينا بها شهرين، بعدين حولونا على الزنازين الجديدة للتحقيق، ليبلشوا معانا تحقيق. الزنزانة عبارة عن 1.40 متر القديم، طبعا في نوع للزنازين قديم وجديد. الجديد عمروه ببداية الأحداث، القديم من زمان من دور حافظ أسد. هاي الزنزانة 1.40 متر 1.40 متر، كنا نقعد بها 12 10 11 حسب العالم اللي يجيبونهم، لأنه كل يوم يجيبون ناس يفوتونه مع السجن في زنزانة واحدة، تقريبا بين 11 و12 واحد، متر و40 بعرض متر و40. كيف كنتم تجلسون؟ نجلس نقعد على الحيط خمسة ونقرفص قرفصة، يجون قبالنا على الحيط الثاني كمان خمسة، واللي ظل واقف كل ساعتين يبدل، مثلا أنا رقمي واحد، الرقم حالنا من الواحد للعشرة، رقم واحد صار دورك بالوقفة، توقف يجي يقعد اللي كان قاعد، تمام، وهكذا انقضيناها. بعدين أخذونا على التحقيق، طبعا طلبنا المحقق اسمك، قلت له فلان الفلان، تمام، شو انتمائك السياسي؟ قلت له أنا بحزب اسمه حزب الشعب الديمقراطي، تمام. قال لي أنا كل هالحكي ما يعجب، قلت له أنا كنت أصور مظاهرات، كنت ببث للجزيرة للعربية،
كنت اطلع معك قبل برامجك في سوريا تمام، وكان الحراك كله سلمي، لا كان في عمل مسلح ولا شيء، كنا نطلع مظاهرات نطالب بحقوقنا، نطالب بدولة ديمقراطية مدنية تحفظ حقوق الناس كلياتها، يسود دستور وقانون يحكم بالتساوي بين كل مكونات الشعب السوري دون تمييز عن طائفة او عرقة. اعتقد فبلشوا يقول لي كل الحكي ما بدي، يا بدك تعترف على سلاح وعلى قتل الجيش جنود الجيش العربي السوري وعلى ضرب حواجز. قلت له يا سيدي انا ما لا اعرف احمل سلاح ولا خدمته عسكريه، حتى انا خدمته بمركز طبي يعني ما انه خدمته. وانه يقول لي معك خمس دقائق راح اشي على السكاره، واذا انك ما زل لا تعترف. وراح طلع وتركني. رجع قال لي شو كم واحد قتلت؟ قلت له ما قتلته. بطحوني بالارض، كسروا لي ضلاعي هاي من هون ومن ورا. أربعة فوقي مثل كل واحد مثل البغل هيك جسمه، وينط فوقي ويدبش بالبوطل علي هون على صدري، هون ما عاد أقدر أتنفس. قلبوني بالعكس، رجعوني بعد ما هاي شحطوني. قال لي شو؟ قلت له ما حملت سلاح، طلعت مظاهرات. قاموا جابوا أداة أداة كلمبا، احنا نقولها بالمصطلح الانجليزي، هي نعرفها للمشاهد شو هي الكلمبا، اللي نحطها مثل حنفيه المي تبع البيت وقت مشان ما يرتمي الخرطوم، نحط لها حباسه، فهي الحباسه يحطونها بالذكر ويبلش يشد عليك لتحس ما اخر شيء بده يقطع الذكر تبعك. فانت بدك تضطر يا انه يقطع لك ذكرك، يا بدك تعترف مثل ما بده. ايه تقول له فلتني اعترف، ايه تقول له مثلا بتقول له مثلا ايه حملت سلاح، تقول له شو؟ يقول لك شو السلاح؟ تقول له مثلا بمبكشن، يقول لك لا ما بدي بمبكشن، يقول لك بدي روسيه، تقول له لا ما شلت روسيه، رجع يعني لان البمبكشن قليله في السنة. ايه تمام قليله يعني ما في منها، كان يعني البمبكشن بعدين بارود الصيد يعني للعصافير وال لا كمان البمبكشن تقتل، لان هي في اربع طلقات، هي تقتل ليست فقط للصيد، بيستخدموها لصيد البط والوز وكذا، لكن تقتل بني ادم. اذا من بعيد ما بتقتل بني ادم، هي بجوز يعني. ف علقني من ايديني مره ثانيه، شبحني كلبشه من هون وكلبشه من هون، نعم، وارتفاع 40 سنتي عن الارض، نعم، وارتفاع 40 سنتي، فالثقل وين يصير؟ كله على هذه المفاصل، نعم. فتحس هاي الكلبشه تريد تقطع لك ايدينك، نعم، فتحسها انه تريد تقطع ايدينك، يعني تقاوم لك ساعة ساعتين، بعدين آخر شيء تفرط، يعني يفوت الحديد باللحم، فتحس إنه بلشت تريد تنقطع الرسخ تبع الإيدين. إيه فينزلك، تعترف مثلا اعتراف مثلا بده مثلا ضرب حواجز، تقول له إيه ضربت حواجز، تمام، من القتل بدك تعرف. بعدين خلصنا من الشبح، ينزلك، يجيب مثلا عندهم صيخ حديد يقولوا له خازوق، تمام؟ طبعا خازوق ما بعرف هسه اثره مبين بجسمي هون، فيتشكوا يحاول يفوتوا بالمحاشم تبعك المنافيه للحشمه. يعني هون انت يعني الناس بلا اخلاق. ما قصه هنجار الطيران بعد كانت الضربه الامريكيه التي كان من المفترض ان تضربها للنظام؟ ايه هي وقت القوات الامريكيه صار بتهديد على بشار على استخدامه الكيماوي، بليلة وضحاها طلعونا مهاجع، يلا ولاك يلا ولاك يلا ولاك، ضبونا 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 واخذونا عساكر قايدين من هون من هون والسلاح موجه علينا، وفوتونا على المبنى مبين تبع طياره لانه الطياره واقفه بجنبه، تمام، وفوتونا بي فوتونا بي، يلا فوت 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 فوت، سكروا الابواب علينا، تمام، دحقنا انه هذا مكان طياره بلوكوس طياره، ولانه الطياره بجنبك يعني وتشوف المرائب الثانيه قدامك البلوكوسات انه بيها طيارات، حطونا 700 واحد اذا ضربوا الطيران يفكرونها انه هون بي طياره، تمام، ويقتلون معتقلين. يقول انتم كنت 700 واحد 700 واحد بالهنجار، احنا نقول له هنجار تبع كانت في كل هنجارات كان فيها مساجين؟ مساجين نقلوهم وقت صارت اراده تصير الضربه على سوريا، بعد شهر طلعونا منها، بعد ما اتفقوا النظام والهاي مشان الملف الكيماوي رجعونا، انا رجعوني على المدارج يسمونه مدرج. كان عندكم موتى؟ كان حدا يموت في الزنزانه؟ كل يوم عم يموت، بحكي لك يعني كل يوم نشيل اثنين واحد ميتين. طبعا احنا بالزنازين ما في تنفس ما في كذا، مسكر هالباب عليك هالشراقه
دوبه يفوت منها ضوء. مثلا عندك نقلونا من الزنازين للمهاجع، مثلا مهجع طوله 11 متر بعرض 6 امتار، كان يصفونا عشرات واحد عشرات رتل، نقعد يجون العشره الثانيه يقعدون بحضننا. يعني مو انت قعدت قرفصه وقعدت بالارض، فيجي الثاني يقعد هنا مشان يكفي المكان. كم واحد؟ كنا 180 واحد بهذا المهجع. 180 واحد يوميا نشيل منه اثنين ميتين. مو ما بيه تنفس وطويل المهجع 11 متر، فبي معانا كبار بالعمر ما يتحملون. والسجان يفتح مثلا الطاقه علينا يرش مي، مثلا نكون ناكل او شيء يرش علينا مي، فاحنا بس بالكلاسين بالكلاسين بالكلاسين. كنتم عرات؟ عرات بالكلاسين. هاي 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 اول ما تفوت يشلحونك عاري مشان يهينونك وما فمو تطلع الريحه، تعرف احنا ما نتحمم، فتطلع الريحه مثل ريحه متجنه تحسها من العرق والهاي، فالعالم تختنق وما بيتنفس وكذا، فيرتمون الكبار بالعمر المريض الكذا ما بيقدروا لا مريض ولا شيء، فنسحبه بالباب نحطه يشم هواء بشراقه تحت، فما يطول يموت، ندق الطاقه على السجان بهالحرف يقول لنا اولاد، يعني بمعنى اولاد الكلب، ما حدا بيطق الطاقه، اذا بي نفس لا تدق الطاقه، لا يموت تخبرني مشان اجي كلبين منكم يشيلونه يلقحونه بالزباله. ويفتح علينا الطاقة مرات، يحط الروسية يضرب على السقف، يضرب على السقف، فتعرف الطلقة الصد في السقف، يا ترجع عليك يا أنها تنبت بالسقف، فوقت ترجع عليك يعني هيك يضرب بدون مناسبة، بس إزعاج بدون مناسبة، مثل اللي أنه يتمسخر علينا بالسكران وكذا ويشدو، فترجع الطلقة من غلات الروح، العالم تتكون فوق بعضها، يعني تشوفها صارت العالم فوق بعضها، تصير كتلة هيك تمام، العالم فوق بعضها. ماذا حل برفاقك اللي كانوا معك بالزنزانه حوالي 200 واحد 250 واحد؟ والله انا ماتوا على زماني انس العظمه. انس العظمه. انس العظمه. هذا كان بالجويه، كنا بالزنازين القديمه، وقت كنا نطلع على التواليت، فنطلع راسنا على الارض. تمام؟ راسنا على الارض هيك. ومدنجر وتروح ركض على التواليتات. فتفوت على التواليت وانت راجع، فهون الارض كلها مي، الكاليدورات وهاي، فزلق انس وين اجى راسه الرقع بالعضيده تبع السجن. المقصود فيه العمود يعني. العمود. تمام؟ فالسجان فورا ناموا عليه، قوموا لك لا تمثل لا تمثل لا تمثل لا تمثل، وكملوا عليه ضرب، ضرب على راسه على شيء ما قام. يعني مبين انه رجله وراسه صار بيهم شيء. فصاح علينا واحد من الحيوانات، اثنين يجون يسحبونه، وجينا سحبناه فوتناه على الزنزانه. نحكي معه، صار لسانه ثقيل، ظل معانا 10 ايام، قلب جسمه كله ازرق، كل شلون النيله صار ازرق يعني تمام، وصار يزبد. شلون احنا عرفنا انه مات؟ فاخذوه، دقينا الطاقه، دقينا الطاقه مشان، قلنا له هذا الزلمه انتهى، قال مات، قلنا له يعني مات تقريبا، فتح الطاقة طلع بيش، قال قلبه يمين يسار، قلبناه يمين يسار يجي، وانه يقول يلا اثنين يطالعونه برا، وزتوه هون، زتينا برا. ثاني يوم اجانا، فطلعنا صوت بالزنزانة، فقال تقعدون عاقلين ولا بلحقكم هذا ربيعكم المات اللي بعثناه امبارح على المشفى. وشو قصة المشفى، مشفى 601 لما حولوك عليه؟ مشفى 601 طبعا انا من كثر القتل اسعفوني على المشفى، فصرت استفرغ دم واي، ففتح الطاقه، في كان مدير السجون اسمه سهيل زمام من بانياس مقدم، فاحنا وقت يفتح الطاقه ندير وجهنا على الحيط ونرفع ايدينا، فانا ما قمت من الوجع ومكسر اضلاعي وكذا، فقلت له قال شو ليش ما وقفت لك؟ قلت له والله يا سيدي ما اقدر، ونقول شو معك؟ قلت له عمبول دم واي، ونقول سجلوا اسمه. ثاني يوم الساعه 10 الصبح طلبوني برا، طمشوني، قال تنسى اسمك، انه اسمك مازن الحماده. قلت له شو بس؟ قال انت رقمك 1858. وقت تروح المشفى يسالونك شو اسمك، تقول لهم 1858. وصلنا المشفى، باب المشفى، وخيو بلشوا لك بينا بالعصي وبالشحاحيط وبالصرامي، الممرضين والممرضات
طبعا وارهابي ارهابي 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 ارهابي، هذا اللي يضربك على وجهك وهذا اللي يدفرك وهذا على عينه. ويعني اجى الدكتور ويقول لهم نزلوا لجوا على السراديب تحت اللي هي مكان اولي يحطون بها مستودعات وما مستودعات. فنزلونا لتحت لتحت، جنزرونا على التخت ثلاثه، احنا ثلاثه يعني حتى السيروم السيروم ما يحطونه انه تشوفون الوريد وين او شيء، تشك وين ما يجي يحطوا لك اياه. فتعرف السيروم اذا ما يفوت بمكانه هاي تصير كلها زراق. بالليل طلعت اروح على التواليت بعد ما اخلص الساعه تقريبا ثنتين بالليل او بين الوحده والثنتين، فطلعت على التواليت طبعا بعد ما تاكل قتله ودولاب وهاي طلعتها. تفوت على التواليت الاول تلاقي جثتين بالارض، تلاقي تفتح التواليت الثاني تلاقي ثلاث جثتين ثلاثه بالارض، جوا المغسله جثه طفل عمره شي 17 سنه ابيضاني حليوه. تمام، فانت هنا تفقد وعيك، يحكيك السجان، ترجع تقول يحكي معاك انت ما ترد عليه، تحس حالك فقدت الوعي، فيقتلك يفكرك انه ما قام ترد عليه، فيضربك بالبوريه هاي البلاستيك. ما قصه المطرقه هذه؟ اي هذا في سجان اسمه مسمي حاله عزرائيل، مسمي حاله بالمشفى، يجينا الساعه 12 بالليل سكران طافي، فيقول مين بده دواء؟ ففي شاب معانا صخره من داريه، وانه يقول لا ترفعون ايدينكم. قلنا ليش؟ احنا على التخت معه. قال بدك تموت؟ قلت له لا. قال لي اذا انت راح ترفع ايدك بدك تموت، بدك تموت. فواحد من داريه من الغوطه انا ملتقي معه قبل بالجويه حتى معاه مرض البهاق، قال له انا وجابه. ظل بعصاية عنده بوريت حديد وإلها دبابيس، وإنه يقول له بهالحرف حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت. يرد يقول له راح أعيد لك، حكمت المحكمة الإلهية عليك بالموت. فيظل يضرب بي يظل يضرب بي يظل يضرب بي إلا ينفدع راسه. والله يا أستاذ موسى، ويرجعونه على التواليت وقت يموت نشيله الصخرة، وواحد من المساجين يزتونه بالتواليت زتونه. بعد فتره سالت الصخره انه هاي الجثث وين يروحون بها؟ قال لي كل ثلاث ايام تجي السياره مصندقه وياخذونها. وين ياخذونها؟ ما بقى. شو قصه الطفل هذا الصغير الذي تم شوائه بالملحم هذا النار؟ كان معنا طفل من داريه عمره 16 سنه، احنا وقد طلعنا تاني بسمعه الضبط تبعنا بعد سنه ونص يحولونا على المحكمه على المحكمه. فطلعوا سالوه منين انت؟ قال لهم من داريه. من داريه. قالوا من داريه وشو؟ مددوا بالارض اول شيء بعد ما قتلوا بالعصايه، قتلوا ما برد قلبه هذا السجان، راح جاب لحام الكهرباء وحرق له وجهه من هون لهون، هذا كله ذاب وما نوب، داروا بالعكس والنوبه ظل يلحم بي ظل يلحم بي ظل يلحم بي الا ما فرط الولد. فوتناه جوا على الجناح على المهجه ليه بجسمه كله هذا ذيب اللحم. فعندنا شوال بطاطا اللي يجيبوا لنا به القديم الاكل، رحنا غسلناه جوه ونرطبه بمي نحطه، ما بدو نحط له يابتش انه يخف عليه الورق. ما بيومين الولد ومات مات. يعني يعني بكل السجنه انقهرت على الولد حيل يا موسى، قهرته عليه حيل حيل. هالولد طفل يعني شو ذنبه تحرقه؟ طفل 17 سنه موسى، هذا شباب. كيف طلعت؟ طلعت انا بواحد ستة حولوني على الشرطه العسكريه، من الشرطه العسكريه حطوني ايداع بعذراء لمده ثلاث اشهر بمحكمه الارهاب وبعدين اخلي سبيلي من محكمه الارهاب اطلع من عذراء، اخذني الامن السياسي فيحاء ظليت عنده 15 يوم، بعدين حولوني على القضاء المدني وطلعت نوب اخلاء سبيل. لكن ما طلعت، طلعت تهريب على دير الزور لانه شيكنا على اسمنا لساته موجود، ما هو شايلينه لانه كانت اداره الامن الجنائي بالمعظميه بمشاكل لا تعمل كف بحث. كيف جيت على هاي؟ على هولندا طلعت تهريب بال 2014 من دير الزور على تركيا، من تركيا على اليونان بالبحر، من اليونان بشاحنه على هولندا كبس. ووصلت لهون صار لي فتره تعالجت واعطوني اقامه وهلا عم بدرس لغه. شكرا جزيلا. على راسي موسى.
كان هذا لقاءنا مع هذا المعتقل في لاهاي. نذهب لفاصل قصير، بعده نكمل بقية فقرات المنبر السوري. أرجو أن تفضلوا البقاء معنا.